تونس الدولي للكتاب، الدورة 37 تحت شعار حلق بأجنحة الكتاب. في يومه الأول بعض أجنحة المعرض تم تجهيزها وأنجزت فعل البيع والشراء، وبعض الأجنحة الأخرى بصدد التجهيز نفسها، وبعض الأجنحة الأخرى تنتظر اللحظات القادمة لتكون جاهزة. في يومه الأول أمسيات ثقافية بين القراءات القصصية والأماس الشعرية والندوات الفكرية، وإليكم بعض التفاصيل. والله الحقيقة أنا لم أنجز الكثير، كثير من الأشياء كان ودي أن نتمكن من إنجازها، لكن الفسحة الزمنية المتاحة كانت قصيرة جدا. الحيز الزمني اللي قيت فيها على رأس الوزارة كان المدة قصيرة نسبيا، وأيضا الظروف المحيطة بالوزارة في ذلك الوقت لم تكن كلها تسمح بكثير من الـ من الـ من الإنجاز. إنجاز يمكن الأهم الذي كنت يعني أتمنى أنه يتمكن من تحقيقه هو تطوير كامل جذري لمهرجان قرطاج الدولي، بحيث يصبح مهرجان دولي بأتم معنى الكلمة، ويمثل حجر الزاوية في سياسة للثقافة للسياحة الثقافية، يكون هو حجر الزاوية. وبدأنا الحقيقة الحديث في شأنه مع زميلي وزير السياحة، وكانت الفكرة أننا ينبغي أن نكلف أولاً أن يكون للمهرجان إدارة قارة، وأن نكلف مدير بإدارة المهرجان لفترة لا تقل عن 3 أو 4 دورات، ونمكنه من التخطيط والبرمجة على المدى المتوسط والطويل، وأن يكون المهرجان بهذا الشكل يعني مناسبة نستقطب فيها أهم المبدعين على الصعيد العربي والعالمي. نفتتح مع أنشطة المعرض الدولي للكتاب للقراءات القصصية، سعداء جدا بحضور كتابنا الأعزاء. المعرض الدولي للكتاب هو مناسبة بالنسبة للتذكير بقيمة الفكرة وبقيمة الحرف. معرض الدولي للكتاب هو تذكير بأن الأوطان تبنى دون الثقافة لا تبنى دون الإبداع. نرجو أن نبقى مناظرين حريصين رغم كل شيء على استمرار الثقافة في هذا البلد. في القيرواني باب لا يوصف، هذا ما رسخ في ذاكرته رسوخ سؤال ظل يطلب له جوابا، لقد سار في أنهجها وتملم علمها وبحث في متون المدونات التي صورتها ووصفتها ونقلت عنها، ولكنه ما يزال في شغف طلب سرها. هو الوجد أوفى على القيروان، ولكنها لم تزل في عداد الأمان، فأبوابها 7 وما بين باب وباب مسارب للتيه لم تألفوها، وما بين باب وباب ترون الخرافة تولد ما بين خطل وخطل، وإنا وعدنا بها وحدنا وإنا سنجتاز 7 إليها ونفتح 7. تتواصل الرحلة مع المبدعين في الدورة 37
لمعرض تونس الدولي للكتاب مع ضيفة من ضيوفي هذه الدورة المبدعة الشاعرة العربية الكبيرة جميلة المجري. مشاركتي في إثارة تكريم والاحتفاء بالمرحوم الكاتب الكبير وزير الثقافة الأسبق بشير بن سلامة صاحب إصدارات الكتابات العديدة الإبداعية والدراسات، وهو عندما كان وزير الثقافة أنشأ وأسس عديد التظاهرات والمؤسسات. لأن اليوم كلمة في شأن هذا العالم التونسي، هذا سبق المفروض يوم الحدث سنتكلم عنه. بيت الشعر يساهم مع الملحقية الثقافية بسفارة السفارة العربية السعودية في الاحتفاء بشعراء سعوديين كبار، وبالتعاون سنقيم أمسية شعرية مشتركة ما بين بيت الشعر بشعراء تونسيين وهما الشاعران موسى الهيبي وآدم فتحي، هو شاعر سعودي الكبير جاسم الصحيح وشاعر مصفر الغامدي من السعودية. عشوا فترة طفولتي الأولى في بيت جدي، بيت من الطراز العربي القديم يتميز بصحن دار مربع الشكل قلبه مفتوح نحو السماء، وتبل عليه شبابيك وأبواب الغرف المتعددة التي تحيط به من الجهات الأربعة. عشت أجمل ذكريات طفولتي في ذلك البيت، سببت أغوار كل ركن فيه. أنا الطفل المشاغب الذي لم يكن يهدأ أبدا، أركض عبر الغرف وأزرع الفوضى أينما حلت. سلطنة عمان دائما حريصة على الحرص المشاركة في هذه التفاعلات الثقافية والالتقاء بالنخب من المفكرين والعلماء والباحثين وإيصال الرسالة، والحمد لله رب العالمين. وأما بالنسبة لأهل عمان فورد حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أهل عمان فيت ما سبوك ولا ضربوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تاج، يعني تاج شرف العمانيين. وكذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى عمان يدعوهم للإسلام، وأسلم أهل عمان طوعا ولم يطأ الرسول صلى الله عليه وسلم ساحتهم لا بخف ولا حافل. وعندما وصل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان، وكان وقتئذ أبو عمرو بن العاص موجودا في عمان، خرجوا إلى المدينة المنورة تعزية ومبايعة الصحابي الجليل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وألقى أبو بكر الصديق خطبة سجلها التاريخ وحفظها لنا، وهي كذلك تاج عز وفخر من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مطلعها: يا معشر أهل عمان، إنكم أسلمتم طوعا ولم يطأ رسول الله ساحتكم بخف ولم يطأ رسول الله ساحتكم بخف ولا حافر، ولا قشمتموه كما قشمه غيركم من العرب، كفاكم شرفا يا أهل عمان. والخطبة أطول من كذا. فهذا يعني دور لعمان منذ القرن أو منذ الفترة الأولى من بزوغ الإسلام. فأهل عمان أسلموا إسلاما عاما والحمد لله، وأسلم كذلك ملوك عمان والحمد لله، ولهم كذلك دور في حروب الردة مع جيش المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.